بصوت لبنان ومنتابع نقطة على السطر مع ملفنا اليوم عن صناديق التعاضد. بس ما فيني مر هالكلمة من المواطن أحمد عبد الرحمن بيقول لي صباح الخير برنامج نقطة على السطر، الطبيب يداوي المرضى وهو عليل. اليوم صناديق التعاضد هل هي عليلة؟ هل فعلا تفتقد إلى المراقبة؟ اليوم شو وضعها؟ عم ينشغل بدائرة التعاونيات، يعني المديرية العامة للتعاونيات اليوم عم ينشغل على أنه يكون في قوانين خاصة وتوجيهات لخدمة الأعضاء وفقا لمبادئ وأصول التعاضد المختلفة عن الأحكام القانونية والتعاقدية، خصوصا من بعد ما ورد لها شكاوى بهالإطار. خلونا اليوم نحكي عن صناديق التعاضد، ما لها وما عليها. وبيسعدني رحب بضيفي رئيس اتحاد صناديق التعاضد الصحية بلبنان غسان ضو. صباح الخير. صباح النور، أهلا وسهلا فيك. كمان رئيس مجلس إدارة الصندوق التعاضد الصحي الاجتماعي الأب جورج صقر. صباح النور، أهلا وسهلا فيكم. اليوم خلينا هيك نشرح للمواطنين شو يعني تعاضد، شو يعني أستاذ غسان ضو؟ أنا أول شيء بدي أشكرك ست نوال، حاملة هموم الناس وهالإذاعة الكريمة اللي عم تعطينا مجال نطل ونشرح شو يعني التعاضد، رغم على أنه كتار من المواطنين المنتسبين لمسوا لمس اليد قديش قدرت الجماعة. يعني التعاضد هو مجال للتعاون بين هالأفراد اللي بتضمن الصندوق، نعم، واللي بيتفقوا على برنامج تقديمات صحية معين وبتتحدد كلفته، وفي عنده مجلس إدارة منتخب وعنده قرار تأسيسي من مديرية عامة للتعاونيات بيقدم هالمشاريع بالتقديمات الصحية والحماية الصحية لمنتسبي، بياخد منهم الاشتراكات ويعطي بطاقة انتساب يحصل حاملها على أفضل التقديمات بكل المستشفيات والمختبرات بدون ما يتحمل أي عبء مالي، وبالتالي بيكون هالمواطن بلغ مرحلة الطمأنينة والحماية إله ولعائلته عبر التعاضد، لأنه هو لوحده إذا طلعت فاتورته بالأوبيتال بألاف الدولارات وهو مش قادر، إذا بيكون عضو بصندوق، هالصندوق عم يجمع اشتراكاته من كل الأعضاء، بتصير تسديد الفواتير بشكل أنعم، بشكل أنه قدرت الجماعة على مواجهة هالكلفة أكبر بكتير من كلفة المواطن. شو أهمية وجود هيك صناديق؟ عندنا شركات تأمين، عندنا كمان يعني الضمان الاجتماعي، عندنا تعاونية موظفي الدولة. طيب اليوم شو أهمية وجود صناديق تعاضد بلبنان؟ شو أهميتها؟ مرسي على السؤال. اللي عم حطه بين إيديك هو خارطة الوضع الصحي بلبنان. اللبنانيين 4 ملايين، ما عم نحكي عن الموجودين من خارج اللبنانيين. اللبنانيين في 32% منهم مغطيين بالضمان الاجتماعي، 1,300,000 مواطن. في حوالي 700,000 مواطن مغطيين بقوى الأمن والأجهزة العسكرية بيعملوا 18%. في جماعة مؤتدرة بمجتمعنا هن زبائن لدى شركات التأمين الخاصة حوالي 11%. اجت صناديق التعاضد حتى يضل في تقريبا 40% من المواطنين ما عندهم ضامن، بيروحوا على وزارة الصحة. قبل بشوي كنا عم نسمع من معالي وزير الصحة قديش موازنته غير كافية لحتى تأمن مصاريف الطبية لهالمواطنين اللي ما عندهم ضامن. اجت صناديق التعاضد بموجب المرسوم 35/77 تتأسس وتجمع بعضها وتقيم همها عن كاهل الدولة. لو لم تكن صناديق التعاضد موجودة كان هم وزارة الصحة أعلى. هي معفاة من الضرائب؟ هيك القانون بيقول، لحتى تسهل الأمور لهالمواطنين. يعني المواطن بيدفع أقل مما يدفع لشركات التأمين من كلبد، يعني من كلبد. نحن ما عم نعمل وجوده. صحيح، نعم، نحن عم نقوم بهذا العمل الاجتماعي. صناديق التعاضد مؤسسات اجتماعية لا تتوخى الربح. نعم، نحن شركات التأمين مش بمواجهة معها، بس شرحاً للأمور. بس هي بمواجهة معكم.
لا نحن مش عم نتواجه، ونحن هلأ منفوت بالتفاصيل. نحن وقت اللي عم نقول إنه هالكلفة بالاستشفى من قبل شركة تجارية موظفة رأس مال ويعطيها ألف عافية، بدها تضيف على الكلفة إن كان الرسوم وإن كان الضرائب وإن كان أرباحها، وبالتالي بتكون كلفة الاشتراك أقل من بصندوق التعاضد 50% منها من شركات التأمين. نعم يعني هون بس سؤال أخير، ما بعرف إذا عنا وقت جورج، بطل عنا وقت بس للأب جورج صقر رئيس مجلس إدارة صندوق التعاضد الصحي الاجتماعي من بعد الموجز، لنحكي طبعا شو قدرتوا حققتوا خلال هالفترة الزمنية بين وجودكم. هل القطاع كله بألف خير؟ هل كل صناديق التعاضد ماشي طبعاً مثل ما لازم؟ جزمة من بعد الموجز ومصر، يعني نحن من خالف الرأي من بعد الموجز. نقطة عصر. خدمات كتيرة بتوفر معها جهد ووقت مع A to Z، إدارة مباني، تنظيفات داخلية وخارجية، تلميع وتشميع البلاط والباركيه. A to Z صيانة عامة، حراسة، أمن وحماية أفراد ومؤسسات. A to Z تنسيق حدائق، رش مبيدات وجمع نفايات. A to Z Services دورة شارع كرومو 01-259-259-70-341-555. شارلي تاكسي حدك وين ما كان بكل لبنان، من بكفية علي صيدا عالمطار بس $30، جاهزين لتلبية طلباتكن 24/24 على 15/14 وعبر الواتساب على 01-285-710. موجز 9:15 من صوت لبنان. تصادم بين 3 سيارات عند مفرق الضمان نهر الموت باتجاه الدورة، وحركة المرور كثيفة بالاتجاهين. جريح نتيجة حادث صدم على مستديرة رزق الله سن الفيل، وحركة المرور كثيفة على طريق المنصوري بسبب الأشغال. وأيضا كثافة سير في عريا الكحالي الجمهور وعلى مداخل العاصمة. 3 قتلى وعشرون جريحا في 18 حادث سير خلال الساعات 24 الماضية. تراجع سعر صفيحة البنزين 98 أوكتان 300 ليرة و95 أوكتان 400 ليرة والمازوت 200 ليرة. نقيب المعلمين رودولف عبود يطالب بتنفيذ الدرجات الست رافضا ربط التنفيذ من قبل المدارس بموافقة الدولة على التمويل. ومصطفى علوش يؤكد أن القرار 1701 قائم إلا إذا قررت إيران العكس. وزير الدفاع الأمريكي السابق جيمس ماتيس يعتبر باكستان أخطر بلد في العالم بسبب تطرف المجتمع وزيادة الترسانة النووية بسرعة. التزام إيراني بالاتفاق النووي شرط حصولها على $15 مليار من مبيعات النفط في 4 أشهر، وواشنطن تدرس الموقف. رئيس وزراء السودان عبد الله حمدوك شكل أول حكومة سودانية بعد البشير من 14 عضوا، وأسماء عبد الله أول امرأة تتولى وزارة الخارجية، واقتصادي سابق في البنك الدولي تولى وزارة المالية. أصدقائي المستمعين، منتابع نحن وياكم نقطة على السطر عبر صوت لبنان، وبدي أرجع أكرر الترحيب بضيوفي رئيس اتحاد صناديق التعاضد الصحية بلبنان غسان ضو، ورئيس مجلس إدارة صندوق التعاضد الصحي الاجتماعي الأب جورج صقر. اليوم كان السؤال لإلك، بس قبل يعني رح أذكر المستمعين من هلأ فيهم يتصلوا مشاكلهم يقولوا اللي عندهم هالحلقة لإلهم ولكل الأسئلة اللي ممكن تنطرح بهالإطار.
اليوم بدي ارجع اذكرهم اذن ب 01-205-511 01-325-555 الخلوي 76-611-005 وعبر الواتساب على 76-611-001. هلا بجور صار يعني اليوم كيف علاقتكم بالمديرية العامة للتعاونيات بوزارة الزراعة؟ اليوم هي الجهة المراقبة اللي بتراقبكم وهي يعني عليكم لازم تدير هالقطاع معكم وكل الشوائب لازم ينزل مش هيك؟ صحيح صحيح. كيف صحيح. علاقتكم معها؟ نحن علاقتنا معها كتير جيدة جيدة؟ جيدة جدا نحن لأنه نحن تحت القانون وهذه القوانين للحقيقة يلي شرع المشرع اللبناني من 45 سنة منا مني من حدا ولا هي حقيقة إذا بدك ما حدا بيقدر يلغيها ولا حدا بيقدر يتخطاها أو يتنسيها. في قوانين ونحن تحت مثل ما نحن تحت القوانين المديرية كمان عم جرب تطبق القوانين وفي قوانين كمان تطبق على غير على غير جهات. بس بدي أرجع أنا لقصة الجهات الضامنة وشو دور وأهمية صناديق التعاضد. صناديق التعاضد بس ما سألتني يعني جواب شو العلاقة الحقيقية بينكم وبين المديرية العامة هو العلاقة الحقيقية دور في دور للمديرية العامة دور نعم. المديرية العامة هو دور المراقبة هو عم بتراقبنا ايه؟ عم بتراقبنا بس عم بتراقبنا بالقانون فقط يعني بالنص القانوني على الفاصلة وعلى الفيرجول بينما ما عم بتراقب العمل لانه نحن في شيء بيتخطى يعني في شيء بيتخطى القوانين صلب هي يعني عملها صلب صلاحياتها صلب صلاحياتها المراقب ونحن عم نطالب انها تراقب عم نطالبها انها تراقب مثل ما في صناديق تعاضد ماشي بانتظام وعم تطبق القوانين في صناديق تعاضد ممكن كمان انه بتخالف او تخرج بطريقه او باخرى عن عن تطبيق القوانين. هيدي نحن عم نطالب المديريه العامه لحتى نقول يا مديريه عامه حضرتك عندك دور بهذا المهم. نحن كاتحاد صناديق تعاضد مع ان هذه الصلاحيه صلاحيه الرقيبه صلاحيتك انت انك تراقبي من عم نقول لك راقبي لحتى ينتظم هذا العمل التعاضدي ويكون يوفي يقوم بدوره مثل ما لازم ومثل ما هو واجب بالمجتمع وكل انسان وكل مواطن وكل منتسب الى التعاضد يوصل له حقه. نعم يعني اليوم استاذ غسان ضو بحسب المديريه العامه للتعاونيات في شكاوى عديده عم تورد لها من قبل اعضاء بصناديق التعاضد من تسبه للاتحاد بتتعلق بحدود التغطيه اللي بتضعها الصناديق يعني بما يخالف القوانين التعاضديه. هيدي يعني عطتنا اياها لبرنامج نقطه على السطر معلومات خاصه ببرنامجنا. وعم تقوم المديريه بالتواصل مع الصناديق وتوجيهها بهدف خدمه الاعضاء حسب مبادئ واصول التعاضد المختلفه عن الاحكام القانونيه والتعاقديه الراعيه لشركات التامين. شو رايك باللي نقال؟ يعني انا ما بفهم وقت المسؤول بده يحدد الاصول ما في شيء اسمه مخالفة صناديق التعاضد لسقف التقديمات لأعضائه. أنا من موقعي صناديق التعاضد تستوفي اشتراكات لتغطي تقديمات معينة. هذه التقديمات مش موحدة وكلفتها مش وحدة لأنه جباية الاشتراكات له علاقة بالقدرة المالية لهالمنطقة أو لهالأعضاء. يعني أنا طلعت عب علبك شفت في صندوق تعاضد عم بياخد 25,000 ليرة بالشهر من العيلة. قلت لهم يا عمي هذه المداخيل شو ممكن هيدي بالسنة كلها ما ممكن تغطي فاتورة ايه شو قالوا لك؟ تقديماتهم محصورة بفروقات الخدمات الخارجية. وهيدا بالتعاضد بيصير يعني ليش لا؟ طيب خلينا نستقبل اتصال. التعاضد يا ستنا هو أن يتجمع مجموعة من الناس يلي حقهم يكونوا مغطيين ببرامج رعاية صحية غير موجودة بيحفظوا كرامتهم عبر انتسابهم لصندوق تعاضد بيتعاونوا كلهم حتى يأمنوا الحماية لكل عائلة ما حدا ينزل قدام باب مستشفى صحيح. أو مريض تكون كرامته محفوظة. إذا ما عنده بدولته نظام رعاية صحية الصناديق التعاضد عم بتأمنها. هيدا اتصال. الهدف الاجتماعي. اتصال مستقبله سوا. مين معنا؟ ألو مرحبا. صباح الخير. غسلي بابا. يا هلا تفضل. رح وطي الصوت شيله على الآخر تبع الراديو.
يعني كان فيك توطي بدون ما تقلنا. لا عم شوف اذا بقدر هيك عم. ايه تفضل تفضل. اوكي بس في عندي سؤال وطلب. اول سؤال، الاسورانسات اللي من احنا بنعمل اسورانس بيستثنوا اول سنه كثير اشياء، وبعدين بس المريض يمرض شيء مرض ما بعرف شو بصير معه، بصير المرض اللي مرض فيه بيستثنوا. بتخلص واحد عمره 60 سنه مش مأمن على شيء. الصندوق التعاضد بيستثني اول شيء اول سنه او اول سنتين، وبعدين بس حدا يمرض بصير يستثني له؟ هيدا اول سؤال. والطلب، اذا بتقدروا بخلال الحلقه تحطوا اسامي يلي وين يعني فينا نروح نشترك بصندوق التعاضد، اسامي الصناديق او شيء. نعم يعني هلا هو اي انسان بيقدر يدخل على صندوق التعاضد ولا لازم تكون في رابط مهني، في رابط جغرافي؟ من كل بد من كل بد. نحن بتواصل دائم مع المدير العام للتعاونيات المدام غلوريا أبو زيد، يلي قلنا عندها كل احترام كل مودة كل شفافية، عم نتعاون لتعديل بعض النصوص. لأنه بالحقيقة نحن مع الأوانين يلي بترعى انتساب المواطن لصناديق التعاضد، واللي هي أحد ثلاث روابط، يا أما مهنية مثل نقابة الأطباء أو نقابة المحامين، مثل الرابط الجغرافي أبناء منطقة كذا، أو رابط اجتماعي. أو رابط اجتماعي. أو رابط اجتماعي. نحن عم نقول، وعنا من معالي وزير الزراعة المشرف على قطاع التعاضد قبل الحالة موافقة على أنه صندوق التعاضد وين ما كان منتشر بكل لبنان، وعددهم صار 64، عم بيخدموا 350 ألف مواطن، وعم تدفع الصناديق للمستشفيات حوالي 240 مليار ليرة سنويا، ما يعادل تقريبا 40% من المبلغ المخصص لوزارة الصحة. هذا الدور الاجتماعي يلي المواطن عم بيساهم عبر اشتراكاته بالمساهمة بتغطية الفاتورة الاستشفائية الوطنية، وعم بيحصل على أفضل الخدمات. هدف كل مسؤول أن يرعى وأن يدعم انتشارية هذه الصناديق. تجربة البلدان اللي سبقتنا رغم وجود ضمان اجتماعي ملزم لكل المواطنين، عم يعتمدوا التعاضد كجهة ضامنة مكملة تعبر عن مساهمة المواطن مع المراجع الرسمية ليقدموا للمواطن صحيح. أفضل تغطية. بس المشكلة مش هون، هلا بس المواطن جاوبته. المواطن أنا بدي جيبه بشكل مباشر، إنه حضرته بلش حديثه إنه شركات التأمين اللي عم يتعامل معه ايه؟ عم بيطبقوا عليه، وخاصة إذا في ما يسمى بالبري اكزيستينج ديزيز، يعني إذا حدا معه حالة مرضية سابقة بيجي على شركة التأمين، شركة التأمين بتقول أنا ما بقدر أخذ من مواطن $1,000 اشتراك وأدفع عليه $10,000، لأنه إذا عندي 100 حالة بكون عم بقبض. صندوق التعاضد بيقبض؟ صندوق التعاضد خلافا لما هو مطبق بشركات التأمين، وأنا ما بريد أبدا أعمل مقارنة بين شركات تأمين وبين صناديق التعاضد، أنا بشير للمنشات الرئيسية. شركات التأمين الله يعطيهم ألف عافية، عندهم مجالات ليشتغلوا قد ما بدك، بس مجال الصحة سيكون مستقبله لصناديق التعاضد للسبب التالي. هذه الشركات، هذه الشركات ست نوار، هذه الشركات التجارية اللي بتمول واللي بتوظف مليارين ليرة بإصدار بطاقات صحية أو ضد الحريق أو ضد السفر أو كذا، هم بآخر السنة تحقق إيرادات للكابيتال الموظف. وصناديق شو همهم؟ صناديق التعاضد ما عندهم رسمال، وإذا بيبقى فائض يروح على الاحتياط أو يوزع كخدمات إضافية للمنتسبين. العيلة الكبيرة الأولاد الصغار ما بيدفعوا شيء تمن التغطية، ونحن ما عنا استثناءات. نحن بالتنسيق مع الجهات الضامنة لحتى نضمن توازن واستمرار خدمات الصندوق.
هدوء نعمل ما يسمى ليميتاسيون دو كوفرتور على الحالات المرضية السابقة. نعم. ونحن عنا منتسبين لا أعمار لا حد للأعمار، عنا 95 سنة و97 سنة. بس خلينا نسأل سؤال معلي، في أنا مواطن عم بتقلي ليلى عمري 70 في أعمل اشتراك، شو التكلفة ومغطي كل شيء وفي سقف وكيف فيني شوف التعليمات والشروطات المطلوبة؟ أنا بدي أعطي رقم الاتحاد 05-955-162 حسب أي منطقة موجود، ممكن المواطن ندله على أقرب صندوق تعاضد بمنطقته ينتسب له. ونحن ما عنا سبق جاوبت قبل ما تسأل أنه لا سقف للأعمار. نعم. نحن ما بهمنا، نحن بكل بكل دراسات علمية منستند إلى وبكل وعي لحكمة الإدارة بصندوق التعاضد عنا ما يلزم من شان نعمل توازن مالي وتوزيع الخدمات لكل الأعضاء، لا استثناءات بشكل المطلق ولا رفض لأي عمر. نحن هدفنا نكون بخضم هذه الظروف الصعبة بالقليلة يلتقى بوطننا بأوضاعه الصعبة الاقتصادية اللي عم يروق فيها صناديق تعاضد، يحس المواطن انه اذا صار له شيء في حد يراه ويضمنه صناديق. بس اجوبة سريعة اذا سمحت استاذ غسان، شو بتستفيد الدولة من هالصناديق؟ وهل الدولة عم تدعمكن؟ عم تدعم مبدأ صناديق التعاضد هيك بسرعة؟ الدولة ما عم تدعمنا بالشكل المالي، ونحن منتظرين دعم معنوي من كل المسؤولين. بس الوفر اللي عم تعمله صناديق التعاضد، هال 240 مليار ليرة اللي عم تصرفها الصناديق، لو ما كانت الصناديق كانت عم تخففها. طيب عنا صناديق تعاضد الأب جورج صقر، عنا صناديق تعاضد تعتبر حالة منشأة بقانون وهي مستقلة من المدير العام للتعاونيات. شو حقيقة الصلة بين صناديق المستقلة وشو الفرق بين صندوق منشأ تحت وصاية المديرية العامة وعضو بالاتحاد وبين صندوق مستقل منشأ بموجب قانون؟ يعني اليوم هيدا بتضيع الناس. هو لا، الحقيقة فرق كبير بين اثنين. ايه؟ الفرق الصناديق التعاضد المنشأة بموجب قوانين هي صناديق ذات طابع مهني محدد، وهيدي القانون يصدر عن مجلس النواب. إنما صناديق التعاضد يلي هي تحت وصاية المديرية العامة هي مجموعة مثل ما سبق الأستاذ غسان وقال، مجموعة من الناس بتوافقوا وبيتضامنوا. طب مين بيراقبون الصناديق المستقلة؟ الصناديق المستقلة مجلس النواب، هني بيراقبوا حيلهم بحيلهم، ومجلس النواب والمجلس الوزراء بيراقبوا. ما طب شو دور الاتحاد أستاذ غسان دو مع هالصناديق؟ بيقدروا يدخلوا كأعضاء عندكم؟ يعني حضرتك شخصيا كنت مساهم بإحدى هالصناديق ولا لا؟ ستنا، أنا من موقعي ومن الخبرة المتراكمة بشكر نقيب الأطباء البروفيسور شرف أبو شرف يلي دعاني اليوم الساعة واحدة بعد الحلقة للمساعدة بإقرار قانون تعاضد نقيبة الأطباء الساعة 2 كمان رايح على نقابة خبراء المحاسبة المجازين بلبنان مع الأستاذ سركيس صقر النقيب حتى يقر مشروع إنشاء صندوق تعاضد. يا ستنا، سبت عبر تعاون الجماعة يقدروا يحموا حالهم وكرامتهم. عنا مشكلة حقيقية، بس الواحد إن شاء الله ما بتسخني. صحيح. بس إذا بتعوزي توتي مستشفى، صحيح، إذا ما عندك ضمان مشكلة، إذا ما عندك ضمان بده يقلك صاحب المستشفى أو المسؤول بليز حطي 2000-3000 دولار ديبوزيت على الريسبسيون. ما عندك مصاري، التعاضد ببطاقته عم يوفر الخدمات بأقل كلفة ممكن. وصلت الفكرة. بس هوني شو دور الاتحاد بالصناديق اللي منا تحت وصاية بس بتساعدون؟ يعني عم نساعد. نعم. وعم نساهم، وحتى كل صندوق تعاضد تابع للمديرية بآخر كل سنة مفروض يعمل جمعية عمومية. بس في منهم عم يفشلوا، مثلا ها صندوق التعاضد اليوم مستقل بنقابة المحامين صار فيه خسارة بالملايين. طيب مين بيراقب؟ مين بيحسب؟ ليه صارت هالخسارة هيك بعنوان عريض بدون ما نفوت كثير بالتفصيل؟ مجلس الإدارة بده يحدد تقديمات، وإذا صار في خروج عن برنامج التقديمات بيعكس زيادة بالكلفة الاستشفاء أكثر من الاشتراكات، بيرجع عندهم معيد تأمين
بيرجع بيلتقى طريقة انه التقت الطريقة من كل بيت استقام الوضع استقام. وهلأ وهلأ بالإطار التقني بالدراسة الارتقابية بالإتود دكتوريا مع الكلفة مع معدلات الفريكونسي أوف سيكنس كل شيء صرنا خبرة 30 سنة بهالمجال هذه العناصر مضبوطة بس زيدوا عليهم للمحامين لحتى يقدروا يغطوا العجز. طيب صندوق التعاضد مثل ما صار مع بنائبة المحامين للأسف للأسف مع كامل احترامنا للأفراد انه اعتبروا صندوق التعاضد بقرة حلوب صار فيه أبو صار فيه نوع من الاستغلال. طب هيدي أنا سؤالي انه لما بيصير في هيك لا هيدا صندوق التعاضد يا قلبي كل عضو بصندوق التعاضد يملك هذا الصندوق هو ملكه ما بده يجرب يحافظ كمان على هذا الصندوق من هون أهمية انه هذا التعاضد. نعم أهمية المراقبة كمان خلينا ناخد فويس مسج. أوكي. مش مسموع الصوت ما بعرف شو عم بيصير عنا. صراحة ضيوفك كمان بحق له للمضمون الاختياري انه ينتمي لهالصندوق التعاضد وقداش اشتراكه فيني عارف عملي معروف بحق له أستاذ غسان. للحقيقة بالبلدان اللي سبقتنا حتى اللي مضمون مش بالاختياري بالضمان الاجتماعي الإلزامي بيقدر يعمل له حق يعمل فروقات اللي ما بغطيها الضمان صندوق التعاضد بغطيها. صندوق التعاضد بالتطور الاجتماعي اللي صاير بالبلدان اللي سبقتنا هو ضامن رديف ومكمل للتقديمات تبع الأجهزة. نحن عم نقول وحتى البطاقة الصحية اللي طرحناها معالي الوزير لاحقا وقت اللي منوصل لمرحلة كل اللبنانيين عندهم يا ضمان اجتماعي يا بطاقة صحية نحن اللي عم نقول بدهم ينتسبوا كلهم لصناديق التعاضد حتى يحصلوا على تغطية كاملة. بفوت المواطن على المستشفى معه البطاقة الصحية أو الضمان الاجتماعي ومعه بطاقة التعاضد وبيظهر بدون ما يتحمل أي قرش نازع عن الشكاوى أهلا وسهلا بالشكاوى. طب أنتوا عم تستقبلوا بالاتحاد الشكاوى؟ نحن حصل بأحد الصناديق مشكلة سببها تنافس أو قلة مودة بين الأعضاء وصار في مشكلة وعم تعالجها المديرية العامة للتعاونيات وإن شاء الله توصل لنهاية سعيدة. ونحن شو منقدر حسب ما قايلها لمدام جلوريا أبو زيد الاتحاد بصناديقه 64 بمئات الالاف من المنتسبين كله بتصرفك بندعي للقاءات متعدده مستديمه مع الاداره بالتوجيهات اللي بتقولها حتى تكون حركه صناديق التعاضد شفافه ومستقيمه بشكل يريحنا ونحن ما نريد يكون بصفوف التعاضد اي مستغل او اي مستفيد. طيب اليوم يعني عم نحكي عن الصناديق يعني نحكي كمان عن صندوق خبراء المحاسبه. طيب يعني اليوم بالرغم من وجود صندوق تعاضد تحت الوصاية وعضو بالاتحاد هل كمان في إنشاء صندوق تاني للنقابة؟ عم ينشئ النقيب ديب قلبي أنا وإحكي مع الست جينا شماس مش هيك متضارب بالمصالح. نعم يعني اثنين الجهتين النقيب الحالي والنقيب السابقة يلي حاصلين على رخصة صندوق تعاضد بدل المديرية عامة التعاونيات. الأستاذ سركيس صقر عم بقول بده يتقدم لمجلس النواب ليعمل صندوق تعاضد لأنه عدد الأعضاء المنتسبين لصندوق تعاضد نقابة خبراء المحاسبة اللي كان إلي شرف المساهمة بتأسيسه حاصل هالخلاف وبده ينشأ صندوق تعاضد بقانون حسب ما عم بيسعى. يعني بيصير في صندوقين ولا لا؟ بيصير في صندوقين. مش هيدا تضارب بالمصالح؟ صحيح تضارب بالمصالح. بنتمنى انه نستمر التواصل والمساعي حتى نجمع الطرفين ويصير في صندوق موحد يغطي كل المنتسبين تبع نقابة الخبراء. على الخط مباشرة مستشارة المعهد الأمريكي لمكافحة الفساد واللي جبنا سيرتها هلا مكافحة الفساد بالشرق الأوسط جينا شماس صباح الخير. صباح النور لك استاذه نوال ولكمان للصديق العزيز استاذ غسان. شو يعني صندوقين لنقابه خبراء المحاسبه يعني كيف بتصير؟ حقيقه هي ما بتصير بعتقد هي اول مره بلبنان بيكون في نقابه عم بتجرب تعمل صندوقين. اول شيء نحن صندوق التعاضد اكيد بيعرف عنه استاذ غسان قبلي
هو مؤسس من قبل نقابيين من سنة 99، وهو مؤسس وفق الأصول بقرارات بجمعية عمومية بهذيك السنة بأيار 99، وبذات الوقت بسنة 2013 و14 صار في تعديلات تانية على الجمعية العمومية، بالجمعية العمومية على النظام الداخلي تبع نقابتنا، وهذا النظام أكد على هذا الصندوق يلي هلأ فيه أكثر من 200 خبير هني وعيالون، وهيدول الخبراء عم يستفيدوا بأسعار وقت اللي قررت النقابة عشوائيا وخلافا لقرار بالقضاء على فكرة انه هي تمضي مع شركة انشورنس لحالها، وعنا نحن قرار القضائي اللي هو من القاضي نديم زوين يلي بيقول انه بيمنع النقيب انه يمضي اي عقد مع شركة انشورنس. النقيب ما همه، مديوا العقد وخبوه حتى ما نقدر نظهره بالقضاء. طب اليوم واليوم هيدو المخالفات منا لمصلحة الأعضاء ولا لمصلحة الزملاء. كيف لازم تنحل القصة برأيك؟ القصة كان أستاذ غسان من الأشخاص يلي كان عم يتواصل معنا لحتى نلاقي حل، وكان آخر مرة حكي معنا بعهد النقيب اللي سابق على أساس أنه نحلت في مستحقات لهالصندوق، في أموال لهالصندوق موجود بخزينة النقابة بشكل غلط. نحن جماعة منشتغل محاسبة ومنخبر ناس وين لازم يحطوا مصرياتهم، فما فينا نغلط هيك أغلاط. وافقوا أنه يدفعوا أموال الصندوق، وهذا كان خلاف كبير وكان على أساس أنه نحل، ولكن وافقوا بالحكي. يعني وصلني الخبر من أستاذ غسان بس ما نفذت النقابة، طبعا هو ما خصه، هو سعى وهذا اللي صار، ولكن النقابة ما نفذت. هلأ اللي صاير هلأ لأنه النقابة بعد ما مضيت عقد اتفاقية ب29/2/2018 بالجمعية العمومية لحالة قررت بديسمبر انه هي ما بقى بدها تنفذ هذا القرار. نعم. هلا اليوم انا بدي اشكرك اليوم لانه هيدا لازم ينحل هيدا الموضوع، وبمسعاك استاذ غسان ضو. يعني مش معقول يكون في صندوقين، يعني من هيدا من احد صحيح. المشاكل اللي عم بتصير. بدي اشكرك استاذه جينا شماس مستشارة المعهد الامريكي لمكافحه الفساد بالشرق الاوسط. صحيح، في إلي للحل هلا ان شاء الله. ان شاء الله. طيب اليوم في صناديق تعاضد ما عندها احتياط، ابجر صار اليوم كمان هيدي مشكله. يعني اذا صار ما صار حدا مرض وهيك، يعني كم مريض صار يعني بيفرط الصندوق، مش هيدا في خوف صحيح. اليوم بظل هالوضع الاقتصادي صحيح. طيب لازم يكون الصندوق موجود وما في احتياط، وهيدا من صلب وجوده بالقانون بيفرض، القانون بيفرض انه يشكل احتياط. نعم. ولكن هيدا الاحتياط مثل ما طرحوا القانون 25% على تقريبا بمعدل ما يقارب مصروف الكلفة الاستشفائية لمدة سنتين، هيدا من رابع المستحيلات. إنما القانون والمرسوم الاشتراعي 35/77 لاحظ بالمادة الرابعة أربعة إنه ممكن يمكن لصناديق التعاضد التعاقد مع شركات تأمين. من هون في واحد يقدر، في صندوق تعاضد كل صناديق التعاضد تصور اكثريتها عامله اعاده تامين وتتامن على اعمالها وتتامن على المنتسبين لها. هلا معيد التامين في عنده كمان له شروطه وله مواصفاته وله واجباته. من هون اكثريه صناديق التعاضد اذا ما شكلت احتياط كافي عندها اعاده تامين، وهيدي بضم بيامن وبيطمن المنتسبين وبيطمن صناديق التعاضد. طب اداره هالصناديق استاذ غسان دور رح ياخذ اتصال، بس قبل مر سؤالك جواب سريع. اداره صناديق يعني هل كفؤين اللي عم بيديروا هيك صناديق من خلال خبرتك وقولني منضويين تحت يعني قبة الاتحاد؟ أنا بقول كل الناس بتقدر تدير صندوق؟ أنا بقول في تفاوت بأنظمة الإدارة تبع كل صندوق حسب تقديماته حسب قدراته. بس تتم للحديث اللي كان عم بقوله بيرسقر، في نوعين من الاحتياطي لكل صندوق، احتياطي إلزامي واحتياطي اختياري، ويجوز استعمال الاحتياطي لحتى يأمن موارد إضافية، بس الصناديق
يلي عندها اعضاء كتيره ومسؤوليات ماليه كتيره، حكمه الاداره بتلزم ان يكون في معيد تامين يضمن فيما لو لا سمح الله كانت الاشتراكات تبع الاعضاء غير كافيه لتسديد المستشفى. وهيك عم بصير. نعم، مستقبل اتصال، مين معي؟ ايه مرحبا مدام. يا هلا، تفضل. سؤال هيك شوي منطقي، انا اذا وقت من النقيب مضي مع الاشيرانس على شغله معينه، الاشيرانس مش مفروض تاخذ كل الكريدنشلز تبع النقيب انه اذا له حق وما له حق يمضي؟ هيدا اول شيء، يعني اذا هن عندهم الاوراق وما له حق يمضي، يعني الاشيرانس كمان متواطئه مع النقيب، واذا ما مع خبر هي مصيبه بالاشيرانس انه كمان تمضي مع شخص ما بتعرف اذا هو له حق يمضي ما لا. ما بعرف اذا انا غلطان. نعم. حضرتك عم تسأل عن الواقع القائم بنقابة خبراء المحاسبة بين نقيب خبراء المحاسبة والأعضاء ومدام شماس يلي هي رئيسة صندوق تعاضد خبراء المحاسبة بلبنان. بالحقيقة النقيب ما بيقدر يعني ما في إلزامية، إنما جرب يأمن لأعضاء الراغبة بالاتحاد بسنديق بنقابة خبراء المحاسبة ما يسمى بالكونترا، يعني دو جروب، يعني مجموعة. هيدي شغلة تفصيلية كتير، وإن شاء الله بالتعاون إنه يكون في صندوق موحد لنقابة خبراء المحاسبة، وهيدا ما نسعى له. شكرا لك. كمان فويس مسج. صباح الخير لك ولضيوفك الكرام. أنا مواطن من عكار، وين فيني انتسب بصندوق التعاضد بأي منطقة بعكار أو منطقة الشمال؟ لازم العنوان نروح ننتسب وشو المشروط؟ أنا مالي موظف، أنا مواطن عادي. نعم، يا أهلا وسهلا فيك. يعني هيك أنه كل مواطن بيقدر ينتسب، ما قلنا في رابط اجتماعي، ما هيدا رابط مناطقي. نعم. في صندوق تعاضد للشمال بضم عكار بيناتهم، ورقمه موجود بالاتحاد يلي أعطيته 05-955-162، وإن شاء الله يتم الاتصال ويحصل على التطبيق. عم تجيكم هبات لهالصناديق؟ ما عندنا هبات. ما عندكم هبات؟ ما عندنا هبات. نعم. طب اليوم في يعني صناديق تعاضد تأسست على روابط وهمية غير حقيقية وتحايل، وهذا حكينا على الموضوع نحن وياك وقتها بهالحلقة، قلت انه تشكلت لجنة لتجوجل كل الصناديق اللي موجودة وتسمي اللي لازم يتسمى من الصناديق الوهمية. صحيح. شو صار فيها؟ صحيح، نحن بزيارتنا لحضرة المديرة مدام أبو زيد قلنا لها نحن عنا المعلومات اللي بتساعد بتصفية وحلحلة هالموضوع. نعم. لكن نحن ما عنا الصفة القانونية لمتابعة الاطلاع على الموازنات، على الأشخاص المستفيدين، على الحركة العامة، وحطينا حالنا بتصرفها كاتحاد لحتى ما يكون في أي مستغل لسنادي التعاضد. برأيك شو الحل؟ يعني اليوم لازم يصير في إعادة تنظيم، تحديد روابط، اللي عنده الروابط يعني لازم يدخلوا بالمناطق كافة اللي حكينا عنه وفسرناه بأول حلقة. رابط مش جرم. نعم. عم نحكي عن جهات تستغل مرسوم إنشاء صناديق التعاضد وتؤلف صناديق، بينما ما ممكن صندوق ينشأ بغير موافقة مديرية عامة للتعاونيات. نعم. يعني المرجع القانوني الصالح للمراقبة وللتأسيس هو المديرية عامة للتعاونيات. بالتطبيق نحن على الأرض، نحن منشتغل كل ساعات النهار، كل الأشهر، كل السنين، كل خبرتنا متحدين بتصرف المديرية العامة وحضرة المديرة حتى نوصل لوقت صناديق التعاضد تكون كلها شفافة ومستقيمة العمل وعم تقوم بدورها الصحيح. الوزير السابق رائد خوري قال إنه شركات التأمين هي الوحيدة المخولة قانونا إنها تقدم للجمهور منتجات تأمينية. خلينا نسمعه شو قال لبرنامج نقطة على السطر، وانتو طلبتوا بهالحلقة لتردوا، مش هيك أب جورج صقر؟ نحن بنرد، بس في عنا كمان مداخلات قبل عكل لحول. تفضل. مداخلات عن شو؟ لا، في بدي مش مداخلة، بدي عندي توضيح شغلة. ايه توضيح؟ تفضل. بما يخص دورات تدريبية تدريب إدارة الصناديق، إدارة الصناديق في مصلحة التدريب بالمديرية العامة اللي هي لتاريخ هلا ما سمعنا عنها شيء. ببداية المرحلة التأسيسية لصناديق التعاضد كان ينعمل دورات تدريبية إن كان على صعيد داخلي وإن كان ينجاب خبراء من خارج لبنان، أكثر شيء من الفرنسيين
مع الاتحاد صناديق اتحاد التعاضديات الفرنسية. نعم. إنما إلنا فترة ما سمعنا. نحن بصندوقنا صندوق التعاضد الاجتماعي الصحي إلنا 4 سنين لبل 5 سنين عم نعمل دورات تدريبية للتعاضديين للتعاضديين لكل الراغبين كمان لحتى كمان جرب نخلق فرص عمل لحتى كل يلي بتعاطى بالملف التعاضدي إن كان بمستشفى إن كان بلابوراتوار وإن كان بأي ما عنده شيء عم يفتش على فرصة عمل وإن كان بصندوق تعاضد عم نخلق نحن عم ننظم دورات تدريبية مع متخصصين أخصائيين بلبنان ومع التعاضديات الفرنسية بالاتحاد مع صناديق التعاضد الصحية بلبنان. مستقبل كمان ضيفنا اليوم الوزير السابق رائد خوري لنشوف شو وتسمعوا انتو لتردوا شو قال عن صناديق التعاضد. وزير الاقتصاد السابق رائد خوري صباح الخير. صباح النور. ليش دايما بتنتقد صناديق التعاضد بلبنان؟ بالحقيقة لسبب واحد، لأنه هن خارج نطاق المراقبة وهيدا شيء خطر للمواطنين وخطر لحاملي بوالف التأمين. اليوم صناديق التعاضد مين بيعرف كيف عم تندار الأموال اللي دفعوها المضمونين؟ يمكن عم تنسرق، يمكن عم تتوظف بطريقة غلط وفيها مخاطرة كبيرة، يمكن ما عم بيقدروا يقوموا بواجبهم تجاه أي عملية لدفع حادث معين أو لقوموا بالتزاماتهم اليوم. لكن لا شو في بكل العالم وبلبنان هيئة للرقابة على شركات الضمان؟ لا هذا الشيء موجود. طب هذا الشيء موجود بوزارة الاقتصاد لشركات التأمين وبوزارة الزراعة. نعم. دائرة التعاونيات الزراعية هي اللي واجباتها إنها هي تراقب. مين بيتحمل مسؤولية؟ وزارة الزراعة لا عندهم القدرة ولا عندهم المعرفة ولا عندهم هيدا الفكر يلي هي مراقبة حوزة صناديق التعاضد. في جهة مخولة بالعالم وبلبنان يلي هن تابعة للقوانين الدولية بيتبعوا كل التعاميم الجديدة اللي بتصير بالعالم وعندها آلية للمتابعة، هذا كله مش موجود بصناديق التعاضد. ايه بس مين بيتحمل مسؤولية هون؟ أنا برأيي أولا لازم يصير في تغيير للقانون. يعني اليوم أنا بستغرب كيف بعد مجلس النواب مش معدل هيدا القانون ليحمي الناس، لأنه كتير خطرة اللي عم نحكيه. صحيح، بس المواطن بيلجأ له لأنه يعني كلفتها أقل من شركات التأمين اللي ما عنده لا ضمان ولا عنده تعاونية ولا هو موجود يعني بقوى الأمنية. طب يعني بيلجأ له شو بتنفع إذا لجأ له المواطن وآخر شيء خسر مصرياته وخسر الهدف الأساسي من التأمين؟ شو بتنفع هالفترة؟ ايه بس فينا نعمم؟ ما فينا نعمم، يعني في صناديق ماشي حالة وعم بتقوم بواجباتها ويمكن في صناديق أخرى عندها مشاكل. اليوم ما فينا نتكل على مزاجية يلي عم بدير الصندوق. اليوم في قوانين وفي دولة، كيف الحديث هيدا؟ اليوم أنا بدي أتكل على واحد هو يقرر كيف بدي وظف مصرياتي أنا حامل البوليسة، وإذا هو ذكي وشاطر وآدمي أو هو منه ذكي ولا شاطر ولا آدمي. لشو في مراقبة لهالقطاع؟ خلص لكن نوقف نلغيها قصة مراقبة على شركة. طيب عنا نعم بس عنا شركة خلي كل مجموعة 4-5-20-100 ألف شخص يتجمعوا ويعملوا مع بعض صناديق تعاضد وخلص، يعني لا عم نضيع وقت. ايه بس شركات التأمين كمان هي عم تفتح صناديق تعاضد، اليوم مين عم بيراقبها لحتى تتهرب من الضرائب؟ ما المشكلة اليوم بالقانون. اليوم فيك انت تفتحي، انت نوال فيك تروحي انت وثلاث اشخاص هلا تفتحي صندوق تعاضد. هالقد القانون ضعيف وهالقد القانون في خلل. يعني اليوم حتى شركة الانشورنس بيروحوا اصحاب شركة الانشورنس بيفتحوا صندوق تعاضد ماشي الحال، يعني القانون ما بيمنعهم من هذا الشيء. بقى المشكلة وين؟ مشكلة بالقانون بالأساس. هيدا خلص يعني صلنا لمحل عن جد في خطورة كبيرة على الناس. لا سمح الله بكرة بصير في حدث معين أو شو ما كان، هل حامل البوليس ما قلقينة؟ لا بس عم ينتقدوك يعني طبعا القيمين على هالقطاع وأصحاب الصناديق والاتحاد. شو بدهم ينتقدوا؟ أنا عم بقلكم خلي الناس تحكم وخلي المنطق يحكم. أنت برأيك منطقياً
انه ينترك قطاع مثل هيدا طويل عريض بلا مراقبة؟ انا المنطق عندي انه المواطن اللبناني بيلجأ له لانه هو بحاجة له، لانه كلفته اقل على جيبته. شركات التأمين اليوم اسعارها عالية، عند قوانين يمكن ما بتسمح بسن معين انه يدخل. يعني هي المشكلة هون مشكلة المواطن اللبناني، فاذا العجز عند الدولة مش عند اصحاب الصناديق. هل مصرف اليوم انت تحطي وديعة بمصرف منه مراقب من مصرف المركزي، بكرة حيالله شيء بيصير بطيره مصريات. نفس الشيء بالضمان، يعني انت اليوم هذا المنطق اللي عم تحكي فيه ما بعرف انه خلص، لكن كل واحد يفتح حسابه. لا نحن عندنا تواصلنا مع وزارة الزراعة، تواصلنا مع وزارة الزراعة عم بيوضعوا يعني آلية لحتى ما في آلية، في هيئة للرقابة هيدي قعدت 30 سنة تشتغل بتعاميم وتطور حالها لوصلت لهون. وزارة الزراعة غير مؤهلة ولا عن قريب ولا عن بعيد بمراقبة هيدا القطاع. نحن اللي عم بقوله انه الناس اليوم بخطر، واجب الدولة والمشرعين يتطلعوا هالأمر ويحطوا لهم ضوابط. ما عم بقول ما يكون في صناديق تعاضد، خلي يكون في صناديق تعاضد ما في مشكلة بظروف معينة بوقت معين، انما هيدي الصناديق لازم تكون مراقبة، مراقبة لحماية. بس عم تشتغل وزارة الزراعة، عم تشتغل يعني اليوم وزارة الزراعة مديرية التعاونيات على خطة جديدة لتنظيم هالقطاع. كتير بعاد عن تنظيمها لأنه ما عندهم الخبرة ولا عندهم الأدوات. واليوم الصناديق التعاضد هن بكميات مهولة ومنهم حتى بشركة. نعم، شكرا لك الوزير السابق رائد خوري. أستاذ غسان ضو اليوم رئيس اتحاد صناديق التعاضد الصحية بلبنان، هذا كلام كبير نقال بحقكم انه الصناديق مش لازم تكون موجودة، او لازم على الاقل تكون تابعة لوزارة الاقتصاد لحتى تراقبها. ما في مراقبة جدية ولا في عمل جدي بصناديق التعاضد، شو تعليقك على هالكلام؟ ست نوال، انا بالحقيقة خليني اقول عن صدق انه انا حزين جدا شخص مثل معالي الوزير السابق بيحكي عن قلة فهم أو عن قلة خبرة، وبيوصف إطاعة عم نقوم فيه بكل شرف إنه في سرقة وفي خطر وفي مصارف وفي ودائع وفي توظيف أموال. أنا بتمنى بكل صدق رقم تليفوني 03-21-31-01 يعرف معالي الوزير رائد خوري هذا الرقم ويتصل فيه حتى حط حالي بتصرفه لتصحيح كل الأغلاط والجهل يلي عنده بما يخص عمل صناديق التعاضد. طب حضرتك سمعت هالكلام ليه ما بتتصل فيه؟ أنا بالحقيقة بحالة حزن، ما معقول شخص بمستوى وزير عم مسؤول عن إدارة أمور شعبه يكون عنده هذا الجهل وهذا النقص بالمعلومات، ويحصر الموضوع بقصة سرقة ويرمي الظنون، وهيدا شيء ما بيليق فيه. نعم. نحن بكل صندوق تعاضد ينشأ حسب القانون له جمعيته العمومية، كيف بقول 3-4 أشخاص بيعملوا صندوق، هو الأعضاء المؤسسين لازم يكونوا 50. إذا شخص هالقد ما بيعرف بأبجدية تأسيس صندوق التعاضد، كيف له حق يقيمه؟ نحن عنا جمعية عمومية، عنا مرجع قانوني، عنا محامي، عنا مدقق حسابات، عنا ميزانيات ترفع بعد موافقة الجمعية العمومية بكل قرش يصرف. صحيح، بس أستاذ غسان ضو، هل كم صندوق اللي هني مش ماشيين مزبوطين واللي عندهم مخالفات هني عم بيشوهوا سمعة هالقطاع؟ ما يعني أنا بعرف إنه إذا اطلع على السماء بكل براءتها وقدستها بيلتقى مين يستغلها. كيف بمجال شغل بهالقطاع ما بيلتقى مين يستغل؟ بس ما منترك الاستغلال ونضع له حد. صح، تفضل أبي. الحقيقة أنا بأسف اسمع كلام من 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 وزير بمركز عام، ومفروض فيه إنه يكون مطلع على القوانين. إذا منه مطلع على القوانين مصيبة، إذا بيجهل القوانين مصيبة، إذا كان مضلل كمان
من قبل مجموعة حوالي كمان مصيبة، أو إذا كان مضلل لغاية ما، هذه ما بحها. بس معقولة وزير بحق العام منه مطلع على قوانين التعاضد يلي هي بعد عم نقول من 45 سنة، مش هو شرعها، مش هو ابتكرها؟ يمكن هي شغلة تانية. حاول شي مرة معالي الوزير انه يعرف يلتقي بالتعاضد، يعرف يدعينا، يعرف شو هو شو عم يعمل هالتعاضد. انا صار وزير سابق وبطل موجود، وزير سابق الله يوفقه. ويمكن الوزير الحالي في يتواصل كيف معكم. كيف بدك شعب يوثق بمسؤولينه اذا كان منه مطلعين على القوانين؟ نعم. منه حاول شي مره يسالنا شو عم تعملوا يا عمي. هيدي شغله. الشغله الثانيه، ما له اي سلطه وصايه علينا. نحن مثل ما عم نقول في سلطه وصايه على صناديق التعاضد، والمشرع فصل التعاضد عن الشركة. خلينا نسمع الناس. الوزارة والمركز عم نقول هو بخدمة عامة، رجال اختصاص. حضرته رجل اختصاص ورجل تكنوقراط. الرجل التكنوقراط والاختصاص منه مطلع على التغيرات والتحولات عم تصير بالدول. لا، بعد في فكرة غير مرئي ليها. إذا منه مطلع على التحولات والتغيرات اللي عم تصير بالدول العالم بالعالم، خاصة بالدول الأوروبية. نعم. بما يختص الاقتصاد الاجتماعي التعاضدي والتعاوني، بعتقد إنه ما لازم يسلم أي مركز. Voice message. جور يعطيك العافية. أنا مضمون عادي بشركة، وإذا بدي انتسب للتعاضد مثل ما أقول الأستاذ إنه بغطوا. تفضل أستاذ غسندا. معقولة حدا مضمون إنه ينتسب إلى صناديق التعاضد؟ صحيح من كل بد. يعني أنا بس بدي أقول نحن بالاتحاد بلبنان ماضيين بروتوكول تعاون مع اتحاد التعاضديات الفرنسية. فرنسا من أكبر البلدان الأوروبية يلي بتطبق التعاضد، فيها 55 مليون مواطن فرنسي مضمونين بالضمان الاجتماعي وعاملين تغطية تكميلية، يعني كوفرتور كومبليمونتير للناس المضمونين بالضمان الاجتماعي. نعم، تقدر تدخل. هل بحق لها شركات التأمين هي تعمل صناديق تعاضد؟ بحق لها بالقانون؟ شركات التأمين ما لها إمكانية إنها تعمل. نعم، بس إذا جمعوا 50 شخص، لأنه في أصول للتقدم بطلب تأسيس صندوق تعاضد بالمديرية العامة للتعاونيات، بدهم 50 شخص، وبدهم جمعية عمومية، بدهم حضور مندوب من قبل المديرية، وبدهم يفتحوا باب الانتساب. صندوق التعاضد إذا كان منتسبي ليل من الناحية المالية، الفريكونسي اوف سيكنس اذا 4 5 بيسخنوا من 100%، ما بيقدروا يغطوا تغطية الأربع خمس حالات مرضية. بحق لهم يدخلوا غير لبنانية؟ أكيد لا. نعم، أكيد لا. عمري 47 سنة، ما عندي أي مشكلة. قدي كلفة اشتراك؟ يعني هيدا مين بيحدد كلفة الاشتراك كل صندوق؟ يا قلبي، كل أنا عم خبرك، أنا CPA يا ست نوال. يعني دراسة الأمور المالية والاقتصادية والاكتوارية شغلتي. عندما الصندوق بيعتمد دراسة على عدد الأعضاء وعلى فئاتهم العمرية، كل فئة عمرية في نسبة مرض عندها. شاب عمره 30 سنة 100 مثله، بآخر السنة بيسخن 3 أو 4. المشترك عمره 70-75 100 واحد، بآخر السنة بيسخنوا 30. المعدل الوسطي هو 20%. صحيح. كلفة الدخول للمستشفى، واحد جرح أصبع $100، واحد عمل قلب مفتوح ب10,000. المعدل الوسطي للكلفة الواحدة 4,000. نعم، خلينا نسمع. ما عم بتقولي كيف بتم تحديد الاشتراك؟ نعم. من بعد ما تحددي كلفة الاستشفى بتقولي قديش لازمني مصاري. أوكي. وتحدد حسب الفئة العمرية. نعم. بعد شينا ناخد فويس مسج ولا خلاص خلص الوقت، ما تواخذونا. شو بدنا نعمل؟ يعني كان بيودي أنا طبعا أنه مرق كل الناس بعض صناديق التعاضد فقط انتساب لأبناء الكنيسة، صحة الإنسان فيها طائفية. يعني هذا لا لك
لا بالعكس. لا لا أنا بدي أشكر بير جورج كمان، سألتي كيف إدارة الصناديق يلي بالتعاون مع الفرنسيين عم نعمل الدورات التدريبية، ومرسي بير جورج. نعم أنا بدي أشكركم اثنينكم، رئيس اتحاد صناديق التعاضد الصحي بلبنان غسان ضو، ورئيس مجلس إدارة الصناديق التعاضدية الصحية الاجتماعي الأب جورج صقر. أهلا وسهلا فيكم عبر صوت لبنان. مرسي لصوت لبنان، كنا لايف فيسبوك عبر صفحة صوت لبنان فويس أوف لبنان. مرسي صوت لبنان، يعيش صوت لبنان، لأنه عم يترك لنا ويفسح لنا بالمجال لنوصل فكرة. أنا بقولها مرسي لصوت لبنان، مرسي لستنا ومرسي على الجهود اللي عم تعملوها وعلى وقوفكم حد صناديق التعاضد. وبدي أقول له لمعالي الوزير كلمة أخيرة، إنه ماكنزي شو عملت؟ هل يا ترى ماكنزي لاحظت الحلول للشأن الاجتماعي؟ إذا ما كانت لاحظة حلول للشأن الاجتماعي، عم بحكي ماكنزي أنا، إذا ما لاحظت مشكلة، وإذا كانت لاحظت فرجونا شو عم يعملوا. وعلى كل الأحوال إذا ما لاحظت مشكلة كبيرة، ودعان المليون ونص دولار يلي حطوها، وما يفتخر بأنه هو عمل ماكنزي. شكرا لكم، حل المستقبل الصحي. شكرا لكم. بختم هاللقاء أطيب الأمنيات مني نوالي شعب ودليل غانم والمخرج جورج العلي. إلى اللقاء بكرة مع ملف جديد.